انتهى رمضان ورحل، لم يبق منه إلا القليل. وداعا تلك الأيام، وداعا تلك الأيام الرمضانية، وداعا تلك النفحات الربانية، وداعا يا عظيم القدر، وداعا شهر العتق من النيران، وداعا شهر القرآن والخيرات والحسنات. نشتاق إليك يا عظيم، ونرتقب إقبالك في السنوات القادمة يا عظيم، ونرجع ونقول اللهم بلغنا رمضان. مضى هذا الشهر أيها الأفاضل بأكمله، لم يبق منه إلا ساعات، ساعات من نهار أو هنيهنة من ليل المحبين. هكذا الأيام الجميلة اللذيذة تعبر بسرعة. مضت هذه الأيام وكأنها لمحة بصر، مضت هذه الأيام ونحن في سعادة غامرة، نتلذذ بالصيام ونطرب ونسعد بالقرآن ونعشق القيام. مضى رمضان، بالأمس نقول شمروا واجتهدوا واحرصوا، والآن نقول وداعا يا رمضان. والله إنها عبرة وعظة وذكرى لمن كان له قلب. ولا أقول إلا كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. ونحن نقول أيها الأخيار، من المقبول؟ المقبول الذي صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، أتعب نفسه وأسهر ليلة إيمانا واحتسابا، هذا هو السعيد، رحل رمضان. أما المحروم الذي نعزيه، الذي أخذ رمضان نوم وغفلة واتباع للشهوات وطرد خلف المسلسلات وغفلة وضياع، فنعزيه في نفسه ونعزيه في رمضان. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إن استودعناك رمضان بأعماله.